إن مفهوم العنف بجميع اللغات والقوانين والأعراف يعني الأخذ بالشدة والقوة، وهو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف بهدف استغلال وإخداع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة بين الطرفين. ويعتقد البعض أن العنف هو آخر لغة تخاطب ممكن استعمالها مع الآخرين. يشمل العنف الضرب والقتل والشتم والإهانة الجنسية، ومع التقدم الهائل الذي حققته البشرية، ولكن تبقى ظاهرة العنف ضد المرأة ما زالت عالقة ومترسخة في نفس البشرية، وهي التي أتت من مظاهر الجهل في العصور الغابرة، والذي بات من المستحيل السيطرة على مثل هذه الظاهرة. تتلخص هذه الأسباب ببعض النقاط المهمة، وهي الأسباب الثقافية، الجهل وانعدام الوعي الثقافي، وهو ما عانته المرأة ابان العصور، كون المرأة عنصرا ضعيفا ومتقبلا لظاهرة العنف. أما بعض العادات والتقاليد، وهي التي حرمت المرأة من أداء دورها الفعال في المجتمع من قبل بعض الآباء والأجداد الذين أهملوا المرأة وجعلوها صنما تتحرك حسب عاداتهم وتقاليدهم مثل ومتى أرادوا. أما الأسباب البيئية فهي تلك المشكلات التي تصيب الإنسان كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلات السكن، خاصة مع ازدياد السكان. ومع هذا التخلف الذي تعانيه بعض المجتمعات، إلا أنه لكل داء دواء، حيث أننا نستطيع تشخيص هذا الفيروس القاتل وإيجاد بعض الحلول والعلاج، والذي من شأنه أن يطور المرأة ويقتل ذلك الشعور بالنقص لديها. الرجوع إلى القوانين الشرعية وسن قانون لضمان حماية المرأة وحقوقها، والتوعية الثقافية والاجتماعية، يجب معرفة المرأة لحقوقها المشروعة وأن تكون لها دراية كاملة بها. أما دور الإعلام وإمكانيته بتوعية المجتمع وإقناعه أن للمرأة حقوقا حالها حال الرجل، كذلك فتح مؤسسات حكومية والتي تقوم بدورها بتعليم الأزواج خاصة الجدد منهم بطبيعة الحياة الزوجية والمستقبلية. وأخيرا وليس آخرا، تثقيف الطلبة في المدارس والمعاهد وزرع فكرة المودة والرحمة بينهما وتوعيتهم بذلك وإقناعهم بترك بعض العادات والتقاليد السيئة التي من شأنها أن تؤذي هذا الجيل مستقبلاً.